الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعين به ونسترشده ونتوب إليه من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله، وأحثكم على طاعته، وأنهاكم عن مخالفته، وأستفتح بالذي هو خير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا ونبينا وقدوتنا محمد رسول الله. اللهم إنا نشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة أكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده، فصل اللهم عليه صلاة ترضيك وترضيه وترضينا معه يا رب العالمين. أما بعد، فيا أيها الذين آمنوا، جئتكم بحديث قدسي جميل، وكل الأحاديث القدسية جميلة. الحديث ما قاله الله سبحانه وتعالى لنبيه داود: تعالوا لنعيش مع هذا الحديث الطيب، نقتبس من أنوار الحبيب المصطفى، ونتلمس الهدى من الله سبحانه وتعالى. عسى أن نستفيد مما جاء في هذا الحديث من خلق طيب، من عمل صالح يعتبر لنا نبراساً نستضيء به وهدى نسير عليه. ما أحرانا أن نجد في حديث الحبيب المصطفى هذا الهدي الذي نتلمسه بعد أن أظلمت علينا الدنيا، بعد أن سلكنا طرقاً أودت بنا إلى مهاوي التهلكة، لأننا بعدنا عن منهج الله، بعدنا عن طريق الله
الذي يوصلنا إلى ما نصب إليه من أمن وسلام ورخاء وطمأنينة وحياة حرة كريمة. نحن من خلال هذا الحديث نريد أن نعلم أي خلق حملت لنا يا حبيبنا يا الله، أي أمن حملته لنا يا حبيبنا يا الله، تعالوا لنعيش هذا الخلق الكريم. انظروا إلى الخطاب الذي يكون بين العبد وربه، بين النبي ومرسله. تعالوا، أوحى الله إلى داود، هذا الحديث رواه علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم، أوحى الله إلى داود: يا داود، إن العبد ليأتي بالحسنة يوم القيامة. يأتي بماذا؟ بحسنة. يأتي بالحسنة يوم القيامة فأحكمه بها في الجنة، فأحكمه بها في الجنة. قال داود: يا رب، ومن هذا العبد؟ قال: مؤمن، مؤمن يسعى لأخيه المؤمن في حاجته، يحب قضاءها، قضيت على يديه أو لم تقضى. هذا هو نص الحديث. عبد مؤمن يسعى لأخيه المؤمن في حاجته، يحب قضاءها، فقط بمجرد أن يحب قضاءها، فقط بمجرد أن يسعى لقضائها قضيت على يديه أو لم تقضى. يحكمه الله يوم القيامة. ما معنى يحكمه إخوة الإيمان؟ أن يفوضه في الحكم. لم يأتي بي بصالح عمل لأيام وليال، لم يأتي في قيام ليل، لم يأتي بزكاة، إنما لرغبة فيه ليقضي حاجة أخيه. هذا ماذا يدلنا؟ يدلنا على خلق كريم تربى عليه هذا العبد الصالح. ومن الأسوة، ومن المثال، ومن الذي يحتذى؟ نبي الله. هؤلاء أنبياء الله هم المثل، هم القدوة. إذن أخي المؤمن، إنما يحثنا الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام على ماذا؟ يحثنا على مكارم الأخلاق. نحن عندما نسير في الشارع ماذا نجد؟ نجد الخصام، نجد السباب، نجد الكلمة البذيئة، نجد العداوة والبغضاء، نجد الحقد، حقد الفقير على الغني، وحقد الضعيف على القوي، وحقد المستضعف على صاحب السلطة والقوة. لماذا؟ لأننا لم نربى على الحب الذي أمرنا به رب العزة. نحن علمنا على القهر والقوة والظلم. إذن نريد أن نعود إلى هذا الحب الذي يملأ قلوبنا، هذا الحب الذي ينبعث سلوكاً ولطفاً وأمناً. هذا ما نريد إخوة الإيمان. النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقال كان خلقه؟ ماذا؟ القرآن. تعالوا، عندما حدثت غزوة من الغزوات أسرت ابنة حاتم الطائي، لما أسرت ابنة حاتم الطائي مرت على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فقالت، قالت: أنا ابنة حاتم الطائي.
أنا ابنة حاتم الطائي، وحاتم الطائي مات في الجاهلية، فماذا قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ إن أباك كان يحب مكارم الأخلاق فأمر بأن يطلق سراحها، لم يقطع رأسها، لم تذبح كما يذبح تذبح الشاة. هذا الحبيب المصطفى يقول كان أباك يحب مكارم الأخلاق. أين نحن من هذا الخلق؟ أين نحن من هذا الحب؟ هذا هو سيد الخلق. هؤلاء من تربوا من الله، هؤلاء كان يقال كان خلقه القرآن، قرآن يمشي على الأرض. طيب أين هذا الخلق إخوة الإيمان؟ فقدناه، لم نجد إلا الحقد والضغينة والبغضاء، كثرت الجريمة، كثرت السرقة، كثر الاعتداء. لما هذا الحقد الذي أصبح بيننا؟ وهذا نجده في كل مكان. لذلك أخوة الإيمان، آية في القرآن جميلة جدا، تعالوا لنعيش معها. الله سبحانه وتعالى يقول قد أفلح من؟ الفجرة، الكفرة، أم المؤمنون؟ قد أفلح المؤمنون. تعالوا لنرى لما سميتهم يا حبيبي يا الله سميتهم بالمؤمنين؟ ما هي صفاتهم؟ ما هي أخلاقهم؟ قال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. من منا يخشع في صلاته إلا من رحم الله؟ من منا إذا وقف بين يدي الله ليقول له يا الله سالت الدمعة رخيصة؟ من منا إذا وقف وتوجه إلى القبلة يقول يا الله تصور عظمة المشهد يوم القيامة فبكى؟ من منا إذا تذكر نعيم الجنة وما أعده الله لهؤلاء الخلص من عباده اشتاق إليها فعاهد الله على أن يعمل عملاً يرضيه؟ من منا؟ الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول إن صلاة المنافقين كنقر الديكة. إذا الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون. أصبح الرجل حتى يتندر وحتى يعتبر شخصاً محبوباً في المجتمع ينال أعراض الناس، ينال أسرارهم، حتى يقال فلان ضامر، فلان فدلكجي. أين أخلاقنا راحت؟ أنت عليك أن تطلب من أخيك بأفضل الأيمان أن لا يحدث ما حدثته بأمر، فإذا بأسرارنا أصبحت في كل بيت. لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا حدثك أخوك بحديث ثم التفت فهي أمانة؟ من منا يحافظ على هذه الأمانة؟ والذين هم للزكاة فاعلون. أين أموال زكاتنا؟ إلا من رحم ربي. الله سبحانه وتعالى لا أقول أنا، يقول وقليل من عبادي. إذن وقليل من عبادي الشكور. إذن أن يشكر النعمة، وسبب ترجمة الشكر هي هذه الزكاة التي تدفعها. إذن والذين هم لفروجهم حافظون. سبحان الله، لم يعد هناك حياء. ودائما أقول لا أعمم إلا من رحم ربي.
أصبح الذي يفعل الفاحشة ويفعل الجريمة يتباهى. أين أخلاقنا؟ أين ديننا؟ إذن تعالوا آية أخرى، نحن نضع هذه الآيات والله ما نزلت حتى نتعبد بتلاوتها فقط، لا حتى نعمل بها. نحن الله في آية في القرآن وما ربك بظلام للعبيد، فالكل عبد لله، لكن يا حبيبي يا الله الذين أحببتهم أنت والذين اصطفيتهم أنت والذين رفعت درجتهم أنت، ما هي أوصافهم؟ قال لا، الكل عبد لي، لكن هؤلاء من أحببتهم رفعت قدرهم فقلت وعباد الرحمن، هؤلاء تعلي وعباد الرحمن. طيب يا حبيبي يا الله ما هي صفاتهم حتى أسعى لأتخلق بأخلاقهم وحتى أنال درجة كالتي نالوا؟ طيب ما هي؟ قال الذين يمشون على الأرض هونا. إذن دون كبر، دون استعلاء. لماذا؟ لما تستعلي على غيرك؟ لمال جمعته رزقك هو الله، لجمال حصلته وهبك الله، لسلطان مكنك منه إنما حباك هو الله. إذن لما لا ترد الفضل إلى صاحبه؟ إذن مالك يا ابن آدم، جاهك يا ابن آدم، سلطانك يا ابن آدم أين؟ إنما هو من فضل وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ما معنى ذلك؟ هناك جاهل وهناك عاقل، هناك سفيه وهناك حليم، ليس أخونا حليم. إذن عليك أن تثبت حسن خلقك ودينك عندما لا ترد على الفاجر بكلام لا يليق بك كمسلم. أنت فمك الذي خلقه الله إنما ليرتل قرآنه، ليتحدث بالصدق، ليأتي بالأمانة، ليدلي بالشهادة الحق، ليذكر الله قياماً وقعوداً. إذن الله سبحانه وتعالى وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. نحن إذا جاء الليل من كثرة السهرات، والله إخوة الإيمان عندما نقوم في فصل الصيف نقوم على صلاة الفجر ونحن في طريقنا إلى بيت الله الصلاة 3:30 صباحا، نجد لهم كامل الحرية عائدون من سهراتهم الليلية بأصوات مذياع السيارات الكهرباء، فإذا بك أقول سبحانك يا حبيبي أنت أكرمتني لطاعتك، وها أنا قادم إلى بيتك وذاك قد شغلته الدنيا. لا أقول كما يقول الجهال الله يخرب بيته، الله لا أقول اللهم اشرح صدره كما شرحت صدري، اللهم أنر قلبه كما أنرت قلبي، اللهم يا الله يا كريم اجعل الكلمة الطيبة في فمه حلوة كما جعلتها في فمي، عسى أن يذوق كما ذق وأن يستنير قلبه كما استنار قلبي. إذن نحن إخوة الإيمان علينا أن نعيش هذا، أن نحب لأخي لأن الله قد أنار قلبي، فاللهم أنر قلبه كما أنار.
ما تعلمنا القوة والقسوة والجبروت، إنما كان نبي الرحمة، نبي الهدى، نبي الحب. لذلك أخوة الإيمان يبيتون لربهم سجداً وقياماً. إذا أحد سادتنا العلماء ماذا يقولون؟ لا أريد أن أطيل عليكم. يقول سبحانه وتعالى: الأخلاق جعلها، جاء هذا العالم الجليل، ماذا قال؟ قال: الأخلاق كمحرك الطائرة. طائرة اشتريتها على أحسن طراز، فرشها وفيرة، أجهزتها متقدمة، فيها كل وسائل الراحة والرفاهية، ولكن بلا محرك، هل انتفعت منها؟ هل استفدت منها؟ هل نقلتك من مكان إلى مكان؟ لا، فهيكل لكن المحرك مفقود. فالأخلاق إنما هي محرك الطائرة إخوة الإيمان، والعمل الصالح هو الذي يرفع قدرك عند الله، هو الذي يقربك من الله. الله سبحانه وتعالى يصف الحبيب فيقول: لقد كان لكم في ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لما هذه الأسوة يا حبيبي يا الله؟ قال: لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. إذا نحن عندنا غاية، عندنا هدف نسعى إليه، وهو تلك الحياة الأخرى التي بعد هذه الحياة. إذا تعالوا نشوف آخر فقرة نقف عندها. نحن تعلمنا إذا رجل أساء إليك أطلقت عليه سيلاً من السباب ونعدته بأقذع الألفاظ: تعالوا لنرى الحبيب المصطفى سيد الخلق ماذا كان يقول. كان يقول سبحانه وتعالى إذا أساء إليه أحد ماذا يقول له؟ يقول لأصحابه: ما له ترب جبينه، ما له، يعني شبيه بهذا الخلق، ترب جبينه، ترب جبينه يعني علاه التراب، يعني أنت عندما تسجد على الأرض يعلق بجبينك بعض التراب. ما له ترب جبينه، لا قال الله يهلكه، لا قال الله لا يبارك له، لا قال لعنة الله عليه، ولا قال طيب لما نحن لا نكون كالحبيب المصطفى؟ والله إخوة الإيمان نسمع كلاما لا يمكن لبشر أن يقول. طيب متى؟ أنا أتمنى أن تكون هناك شرطة أخلاق سرية تسير، فكل من يتلفظ بهذا اللفظ أو ذاك مما يخدش الحياء، مما يجرح الكرامة، أن يعاقب عقابا شديدا. لكن الذي سيقوم بهذا العمل يجب أن يكون أكثر أخلاقا مني ومنك. نسأل الله سبحانه وتعالى، نقول له: يا حبيبنا يا الله، لم يبق لنا من العمر إلا ما قدرت لنا، فاجعله طاعة لك، عسى أن نلقاك وأنت راض عنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لك الحمد كالذي نقول، اللهم لك الحمد خيرا مما نقول، اللهم لك الحمد كالذي تقول، اللهم عليك الحمد عدد خلقك، لك الحمد زينة عرشك، لك الحمد مداد كلماتك، لك الحمد يا حبيبنا حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. إخوة الإيمان، ليس لنا إلا أن نتوجه إلى الديان، فإنما أمره بين الكاف والنون،
إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون. وما علينا إلا الدعاء، وما على الله بعدها إلا أن يجيبنا إن أخلصنا نحن في هذا الدعاء. لذلك أقول له أنا: يا رب، إني أحقر من أن أرفع إليك أكفي فأدعوك فتستجيب، ولكني يا حبيبي جئتك بهذا الخلق، جئتك بأرضك التي أقلت، جئتك بسمائك التي أظلت، جئتك بالصالحين من عبادك، جئتك بأسمائك الحسنى، جئتك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، أن تغفر لنا الذنوب وتستر العيوب وتفرج الكروب يا علام الغيوب يا رحمن الدنيا والآخرة. ارحم عبيداً لك لا يملكون شيئاً من الدنيا ولا الآخرة. ارحمنا فإنك بنا راحم، لا تعذبنا فإنك علينا قادر. أيعذب الحبيب حبيبه؟ أحببناك بقلوبنا، أحببناك بكل ذرة فينا، يا رافع السماء بلا عمد، يا باسط الأرض على ماء قد جمد. جئناك بذنوب لا يعلمها إلا أنت، فاغفرها لنا يا غفور، اغفرها لنا يا رحمن. نعوذ بك من غنى يطغينا، نعوذ بك من فقر ينسينا، نعوذ بك من صاحب يؤذينا، نعوذ بك من عمل يخزينا، نعوذ بك من دنيا تشغلنا وتلهينا، نعوذ بك يا ربنا من الموت وكربته، ومن القبر وظلمته، ومن الصراط وزلته، ومن يوم القيامة وروعته. ماذا نقول يا الله إذا ضمتنا اللحود ونال منا الدود، وليس لنا سواك يا ودود؟ يا الله يا كريم، ما وقف ببابك سائل وسألك إلا أعطيته، وما استجارك مستجير إلا أجرته، وما استغاث بك مستغيث إلا أغثته. وها نحن يا حبيبنا جئناك بشوق المحبة ضيوفا، ألا تكرمنا وأنت الكريم؟ يا رب، من زار حيا في بيته أكرمه، وها نحن جئناك إلى بيت من بيوتك، ألا تكرمنا وأنت الكريم؟ ما سألناك ماله، ما سألناك جاهه، إنما سألناك رضاك والجنة وعزتك وجلالك. لئن رضيت عنا فلا يهمنا سخط من سواك. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، رخاء سخاء، وسائر بلاد المسلمين. يا أكرم الأكرمين، يا رجاء السائلين، اشف مرضانا ومرضى المسلمين، ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم باعد بيننا وبين الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظ ديار المسلمين في كل مكان. اللهم آمن روعاتنا، اللهم أبدلنا بالخوف أمنا، وبالفقر غنى، وبالعذاب رحمة. يا سامع الصوت، يا سابق الفوت، يا كاسي العظام لحما بعد الموت، اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. أجب دعانا بكرمك مولانا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة. الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر.
لا إله إلا الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله السلام عليكم. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون.